نتحول لمشاهدينا الكرام لاستاد السويس الجديد. معنا الزملاء كل من الزميل العزيز عمرو نبيل والزميل العزيز حسن غنيمه اللي خبرنا عن كواليس هذه المباراه، مباراه الزمالك ونادي مصر. سنبدا مشاهدينا الكرام مع الزميل العزيز عمرو نبيل واخبار المعسكر الابيض قبل انطلاق هذه المباراه، مباراه الزمالك ونادي مصر الدور ربع النهائي لبطوله كاس مصر. زميلي عمرو لك الكلمه، تفضل. زميلي عمرو، اهلا بزميل عزيز تامر صقر ونجومه الكبار في الاستوديو التحليلي لمباراه نادي الزمالك امام نادي مصر ضمن دور الثمانيه من بطوله كاس مصر هنا من استاد السويس. وسدادات نادي الزمالك وكواليسه واخر اخباره، يمكن وصل نادي الزمالك في تمام الساعه على عشرة مساء الى محافظه السويس، وكان دخل طبعا نادي الزمالك ومديره الفني جيمي باتشيكو الى معسكر مغلق باحد الفنادق القريبه من استاد السويس الجديد. ايضا يمكن اخر اخبار نادي الزمالك، يمكن يدخل هذه المواجهه ويغيب عن صفوف العديد من اللاعبين، منهم فرجاني الساسي لاعب المنتخب التونسي وايضا اللاعب اشرف بن شرقي لمشاركتهم طبعا مع المنتخب المغربي والمنتخب التونسي في تصفيات امم افريقيا، التصفيات المؤهله لامم افريقيا 2021. ايضا يمكن اخبار نادي الزمالك يغيب عنه النهارده الظهير الايمن حازم امام رغم يعني سلبيه المسحه الثانيه بمسحه فيروس كورونا، الا ان اللاعب يغيب عن هذه المباراة بسبب الإصابة. الزميل عزيز تامر صقر، يمكن دي آخر أخبار وكواليس نادي الزمالك قبل مباراته الهامة أمام نادي مصر في دور الثمانية من بطولة كأس مصر. أنا أتكلم لك والاستوديو التحليلي لنادي الزمالك أمام نادي مصر. الزميل العزيز عمرو نبيل بشكرك شكرا جزيلا من استاد السويس الجديد. وكما ذكر طبعا هناك غيابات في نادي الزمالك خاصة اللاعبين المحترفين كل من فرجاني ساسي وأيضا أشرف بن شرقي لارتباطات منتخبتهم طبعا بتصفيات أفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2021. وسيكون هناك راحة لبعض اللاعبين المتواجدين في مباراة اليوم، مباراة الزمالك ونادي مصر. ماذا سيفكر باتشيكو في لقاء اليوم أمام نادي مصر خاصة أنه تتبقى ستة أيام على نهاية القرن أو نهاية الحلم بالنسبة للزمالك والأهلي في البطولة الأفريقية. نتحول مشاهدينا الكرام مع الزميل العزيز حسن غنيمة لكواليس ومعسكر نادي مصر قبل انطلاق هذه طبعا المباراة، مباراة الزمالك ونادي مصر. زميلي عمرو، زميلي حسن لك الكلمة، تفضل. من داخل استاد السويس الجديد تحياتي ليك زميلي العزيز كابتن تامر صقر، تحياتي لكل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. بنرصد لحضراتكم اجواء وكواليس فريق مصر قبل دقائق قليله من انطلاق مباراته الهامه امام نادي الزمالك في اطار مباريات دور ربع النهائي لكاس مصر. في البدايه الحقيقه لغط كبير واثاره للجدل كبيره حول نادي مصر، هو اسمه نادي مصر ولا نادي زد النهارده؟ هل هيشارك بالصفقات الجديده ولا لا؟ كلام كتير، بالتاكيد دلوقتي هجاوب لكم على كل الاسئله. النهارده هيكون اللقاء الاخير لنادي مصر بهذا الاسم قبل أن يتحول اسمه إلى نادي زد، واللي هيكون أول اسم نادي زد هيكون بداية من يوم الأربعاء المقبل أمام نادي القناة في مستهل مشوار فريق زد في القسم الثاني، وبالتالي النهارده هيكون آخر يوم لاسم نادي مصر. وبالتأكيد هيلعبوا كمان بكل الصفقات الجديدة بعد ما القيد موجود لحد يوم 30 نوفمبر، والفترة الثانية هتكون موجودة في أول ديسمبر، وبالتالي نادي زد النهارده هيكون موجود أو نادي مصر النهارده هيكون موجود بكافة الصفقات الجديدة. كمان مفيش اي ازمه، وده اللي قاله اتحاد الكره في القيد اللاعبين، وخاصه انه القيد مفتوح. مشوار نادي مصر خلال كاس مصر قدر ان هو يقصي فرق كبيره زي الجونه ودجله عشان يوصل لهذه المرحله. كمان كان لينا حديث الحقيقه مع كابتن اسامه نبيه اللي شكر اداره نادي زد ان هي يعني واثقه في امكانياته ان هو يقدر يقود الفريق للصعود في الموسم المقبل للدوري الممتاز، وخاصه ان المجموعه هتكون قويه جدا، وخاصه كمان ان اداره زد موفره كل الامكانيات من حافله للفريق. الحقيقه لاول مره في القسم الثاني هنشوف حافله او فريق بيملك حافله بشعار النادي، ودي هتكون حاجه كويسه جدا. كمان عندهم ملعب في الشيخ زايد، ملعب هايبرد نفس الكواليتي بتاع ملعب استاد القاهره، وبالتالي الامكانيات هتكون كبيره جدا. كان ليا حديث كده مقتضب مع الكابتن اسامه نبيه قبل المباراه اللي قال ان انا ما عنديش اي ضغوط تماما النهارده امام نادي الزمالك، بالرغم ان نادي الزمالك نادي كبير ومن المرشحين الاقوياء للفوز بكاس مصر هو النادي الاهلي، الا ان اللعيبه النهارده احنا ما عندناش اي ضغط تماما في المباراه، وبنحاول ان احنا نقدم مباراه قويه امام خصم عنيد زي نادي الزمالك. وقال ان احنا الهدف بتاعنا ان احنا نكتشف مواهب جديده من مواليد 97 و98 عشان تكون دعامه للمنتخبات الوطنيه. كمان الزميل العزيز تامر صقر، خلينا
هقول لك ابرز الصفقات الجديده اللي ابرمها فريق زد في الموسم المقبل واللي ممكن واللي هتشارك النهارده: محمد شاهين من سيراميكا كليوباترا، اسلام الفار لاعب النادي الاهلي السابق واللي بعده لاعب في سموحه وابو قير والاولمبي، وكمان في حسن النني لاعب وسط اسوان، وكريم بدير جاي اعاره من بلديه المحله مقابل 100,000 جنيه مع حقيه الشراء. كمان خليني اقول لك بقى التشكيل اللي هيخوض بيه النهارده فريق مصر اللقاء امام نادي الزمالك، ده التشكيل اللي هيلعب بالفعل قدرنا ان احنا نحصل عليه: وليد توفيق لحراسه المرمى، رباعي خط الظهر شريف اشرف واسلام رمضان واسلام عبد الغني وعلي جمال لالا، اثنين ارتكاز في خط المنتصف كريم بدير وحسن زكي، امامهم اثنين احمد عادل واسلام الفار، تحت اثنين روس حربه عمر حبشي ورضا الويشي. طبعا رضا الويشي خبره كبيره في الدوري الممتاز. النهارده ان شاء الله هنشوف استاد السويس الجديد في صوره جيده، وخاصه ان هو حاليا خلال عمليات الصيانه، الا انه الاستاد هيظهر بصوره جيده ايضا. اعمال الصيانه هتنتهي في خلال يومين او ثلاثه استعدادا للموسم المقبل. يعني دي ابرز الاجواء والكواليس الموجوده هنا في استاد السويس الجديد من داخل استاد السويس. العوده اليك زميلي العزيز تامر صقر، تفضل.